وناصر الخليفي بجانب نيكولا ساركوزي. مدريد الريان سلطان اللعبة الشعبية وفرسان العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان. 200 وسيلة إعلام حاضرة في الملعب و800 بطاقة ائتمان صحفية في الميعاد. أرقام قريبة جدا من مباراة الكلاسيكو الإسباني. قمة النار مشتعلة بين مبابي كافاني نيمار وبين بنزيما ورونالدو. هذا هو موعد الكبار في هذا المشوار. كريستيانو رونالدو 4-4-2 لريال مدريد. وأرأوذ الليلة اللاعب ناتشو اللي معروف أنه قلب دفاع. زين الدين زيدان لا يعطي الثقة لأشرف حكيمي نظرا لنقص الخبرة. وهذه الكرة وما زالت الكرة عند بنزيما. شو هذا؟ الماني توني كروس. كروس اللي وزع واضطراب في الدفاع بيسرى الفيس. وهذه الكرة رايعة وتسويب في 71 و 72 رموس رهرب شدو نيمار. نيمار يوزع والحارس كايلور نافاس. مباراة مجنونة فيها الفنون والحالة دفاع الريال. دانيال ألفيش يوزع كرة للوكا مودريتش. مودريتش وكيم بيمبي في التسلسل. نيمار دانيال ألفيش بعيد الكرة لكافاني. كرة ممتازة لإيسكو. إيسكو يوزع ومودريتش في التمريض وإمكانية يوزع وألفيتو. الآن يتقدم رونالدو كريستيانو رونالدو لكن الكرة خارج الإطار. خارج الإطار بدون فرحة لزين الدين زيدان. ونيمار جول. نيمار الفرص المهدورة. وهذه كرة رونالدو. رونالدو بوم. أريولا. أريولا يكسب المعركة أمام الدور. رونالدو التورنادو. يوزع وأريولا اليوم بيو. شنو هذا؟ نيمار. نيمار كالقطار على طول. في نرجع لتوني كروس. توني كروس وين اقوى روس مبابي الحاضر الغايب. جول جول بوم 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 بوم. رابيو جول. رابيو رابيو النجوم الباريسية تتلألأ مشاهدينا الكرام في سماء العاصمة الإسبانية بكل القوة والدلال. البي اس جي كل شمال على شمال بنيمار غدار بمبابي المقوار. هو 10 دقائق لنهاية التسويب. التسويب رونالدو وضاعت اليسارية البرتغالية. قلت لكم مشاهدينا الكرام منذ بداية نيمار. نيمار 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 نيمار. شو هذا؟ شو هذا؟ دفاع كسكس. دفاع كسكس. دفاع فاته القطار. يلعب في مباراة العمر. ضربة جزاء. ضربة جزاء ما فيهاش كلام. ضربة جزاء بقرار قاضي المباراة جان لوكا روكي يعطي ضربة جزاء. رونالدو سلطان السلاطين لدوري أبطال أوروبا. رونالدو جول. أريولا ما باله لا يعلم. أريولا كأنه لا يدرك بأن رونالدو هو عنوان الدمار. هو في الكرة صاحب القرار.